بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد استمعنا في هاتين الخطبتين المباركتين الخير الكثير من خطيبنا وفقه الله في مسألة هي من أخطر المسائل، وهي مسألة المرأة. المرأة أيها الإخوان خلقها الله سبحانه وتعالى لمهمة عظيمة في هذه الحياة، كما خلق الرجل، وكل له مهمة. الرجال لهم مهمات والنساء لهن مهمات، فإذا اقتصر كل صنف على مهماته وأداها حصل الخير الكثير للمجتمع، وإذا اختل النظام بين الرجال والنساء حصل الخلل العظيم، كما سمعتم وضع المرأة في الجاهلية ووضعها اليوم عند الدول الكافرة ووضعها عند المسلمين المتمسكين. والمرأة مهمة جدا، ولذلك أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في خطبته في حجة الوداع في عرفة، قال: واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالنساء لأهمية وضع النساء في المجتمع، ليس بأن نحسن إليهن فقط وأن نعطيهن حقوقهن فقط، فهذا واجب، لكن أهم من ذلك المحافظة عليهن من التبذل، لأن المرأة ضعيفة، من التبذل والظهور بمظهر الفتنة وتركها تفعل ما تشاء، هذا أعظم ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحافظ عليهن. والله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما معنى قوامة الرجل؟ هل هي مقصورة على الإنفاق والعدل في الزوجية؟ ليست مقصورة على ذلك، وإنما قوامة الرجل فيما هو أهم، لأن يحافظ على هذه المرأة من الضياع، من الانفلات، من التساهل في الحياة والعفة، هذا أعظم قوامة الرجل على المرأة. وليس الرجل في هذه الآية مقصورا على الزوج، الرجل سواء كان أباها أو أخاها أو وليها أيا كان، الولي على المرأة هو قوام عليها، يحافظ عليها حتى إذا اقتضى الأمر التأديب يؤدبها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرأة تحتاج إلى عناية. إن أعداء الإسلام اليوم، أعداء الإسلام اليوم
ركزوا على قضية المرأة لعلمهم أنها أخطر شيء في المجتمع، ركزوا عليها وصاروا يشنون الحرب ضد العفة والكرامة، ويعتبرون ذلك إهانة للمرأة إذا ألزمت العفة والكرامة، يعتبرون ذلك حبسا لحريتها، وهو في الواقع محافظة على حريتها، حريتها في طاعة الله، حريتها في قيامها بعملها، في تربية أولادها، فيما تستطيعه مما وكل الله إليها، فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هذه حريتها الصحيحة. أما حريتها في العري، حريتها في التبذل أمام الناس، في التشسع في الأسواق، في ذهابها إلى ما تريد، فهذه عبودية وليست حرية، هذه عبودية الشهوة، عبودية الشيطان. الحرية يا عباد الله في طاعة الله وفي عبادة الله، ففيها عزة النفس وكرامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. أما من عصى الله وخالف أوامره في النساء أو في غيرها فإنه عبد ذليل للشيطان، لشياطين الإنس والجن. هذه هي العبودية، ليست الحرية، فعلينا أن نعرف هذا الأمر وأن نحافظ على نسائنا من زوجات وبنات ومحارم، نتعاون فيما بيننا في حمايتهن، وأن لا نسمع إلى هذه الدعايات، فإن الكفار يحاولون القضاء على الإسلام بكل وسيلة، ومن أعظم وسائل التدمير تدمير المرأة، لأن المرأة أساس الأسرة والبيت، فإذا فسدت فسد البيت وفسدت العائلة، فسدت البنات تبعا لأمهن وقريباتهن. فعلينا أن نحافظ على نسائنا. إن الكفار وإن أدركوا من بعض البلاد الإسلامية ما أدركوا من التضليل، فإنهم لم يدركوا إن شاء الله وبحول الله من هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي، مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فيها رجالا يحافظون على كرامتها. وإن تساهل بعض المخدوعين والمخدوعات، فإن هذه البلاد إن شاء الله فيها رجال حافظون على كرامتهم وكرامة محارمهم، وأنتم إن شاء الله منهم وفي مقدمتهم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على هذه الأمانة العظيمة التي إذا حفظناها حفظنا بيوتنا، وحفظنا أولادنا، وحفظنا أسرنا، وحفظنا مجتمعنا، فهي الأساس. ولذلك ركز عليها الأعداء، ركزوا على المرأة تركيزا خاصا، ليس بخاف عليكم، في الكتب، في الصحف، في المجلات، في الجرائد، في الفضائيات، في الإنترنت، في كل مجال يريدون أن يلحقوا هذه البلاد بالبلاد الأخرى، فتنهار الأخلاق وتضيع الكرامة، وحينئذ يسهل على الكفار اجتثاث الإسلام من أصله. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا ذهبت الأخلاق لم يبق شيء. والأخلاق المراد بها الأعراض والسمت والحشمة والوقار، هذه هي الأخلاق. ولهذا يقول الشاعر الآخر:
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. المرأة لها عمل والرجل له عمل، فإذا قام كل بعمله اللائق به صلح المجتمع وتكاملت المصالح، وإذا اختل النظام اختلت الأمة. ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء، لعن المترجلات. كل ذلك حفاظا على المرأة وإبقاء لها على أصلها وعلى دينها وأخلاقها وعرضها. تصان الأعراض وتحمى الكرامة ويحافظ عليها. وكما تعلمون في القرآن الكريم، اقرأوا سورة النور تجدون فيها الشيء العظيم والعجيب من المحافظة على النساء بالحجاب، بالاستئذان على البيوت، وكذلك في الحديث والسنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نهى عن خلوة المرأة بالرجل الذي ليس من محارمها. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نهى عن مخالطة النساء للرجال. ولهذا صارت النساء تصلي مع المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن خلف الرجال محجبات لا يعرفهن أحد، يصلين خلف الرجال. هذا فيه منع الاختلاط، فإذا كانت المرأة لا تختلط مع الرجال في المسجد موضع العبادة والتقوى، وكيف تختلط بهم في المكاتب، في الملاهي، في المكاتب، في الحفلات، في الأسواق؟ الأمر خطير جدا، ونحن محاطون بالأعداء الآن. والغزو الفكري لا يخفى عليكم الآن، غزو الكفار لبلاد المسلمين بالسلاح وبالأفكار بكل وسيلة، نحن محاطون بالأعداء، فعلينا أن نتنبه لذلك. ولكن إذا كنا مع الله كان الله معنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإذا كنا مع الله كان الله معنا، وإذا كان الله معنا فلن يضرنا أحد. لا تحزن إن الله معنا. لكن من يكون الله معه؟ الله يكون مع المتقين، الله يكون مع المحسنين، الله يكون مع المؤمنين، المعية الخاصة. فعلينا أن نكون مع الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فعلينا أن نكون مع الله في طاعته في اتباع أمره واجتناب نهيه حتى يكون معنا سبحانه وتعالى للنصر والتأييد والإعانة. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتولانا وإياكم بنصره وإعانته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لدينا بعض الأسئلة، ونتمنى من فضيلة الشيخ أن يتفضل بالإجابة عليها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة وما هو فضلها؟ الساعة الأولى قيل تبدأ من صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، وقيل تبدأ بعد طلوع الشمس، ولعل هذا هو الأقرب أنها تبدأ بطلوع الشمس. فمن جاء إلى المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة بعد طلوع الشمس فقد جاء في الساعة الأولى إن شاء الله. نعم. الله فضلها الشيخ. فضلها عظيم. من جاء، قال صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قارنوا بين البيضة والبدنة في النفع وفي العظم يظهر لكم الفرق. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا في العادات القبلية أن العاقلة في الديار تصل إلى الجد السابع ولو في القتل العمد، ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ العاقلة ما هي في العادات القبلية، العاقلة في الشرع، والعاقلة في الشرع هم العصبة، هم الأغنياء من العصبة، من الإخوة وبني الإخوة والأعمام وبني الأعمام والآباء والأجداد، هؤلاء هم العصبة وهم العاقلة. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة: صاحب عمارة ولديه وفي تلك العمارة محلات تجارية، وقام بتأجير المحلات على مركز سوبر ماركت تجاري، وصاحب المركز يبيع الدخان وإحدى الكافيه كذلك صالون للحلاقة، فهل يأثم صاحب العمارة في تأجيره لتلك الدكاكين وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يأثم إذا أجر المحلات لمن يعصي الله فيها، وحلق اللحى هذا معصية حرام، بيع الدخان حرام، بيع القات وبيع الشيشة وبيع الأدوات التي تستخدم لشرب الدخان كل ذلك محرم، وإذا أجرهم فقد أعانهم واستعانوا به، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأجرة حرام إذا كانت في مقابل معصية فهي حرام. نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ سلمك الله، هل الأرحام الذين يجب صلتهم هم الرحم المحرم أم هم الرحم من ذوي الميراث أو الأقارب من النسب، سواء كانوا يرثون أم لا، أفيدونا وجزاك الله خيرا؟ الأرحام لا يشترط فيهم الإرث، الأرحام كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالآباء والأجداد والجدات والأمهات والأخوال والخالات وبني الأعمام، بني الإخوة وبني الأعمام، كل من تجمعك قرابة بهم من جهة الأم أو من جهة الأب فهم ذوي الأرحام، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندما أسرع في قراءة الفاتحة أستعجل فيها، وعندما أقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا أظهر حرف الطاء، فما حكم صلاتي جزاك الله خيرا؟ يا أخي، قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، ولا بد من قراءتها كاملة، فمن ترك منها حرفا لم تصح، حتى التشديدة لو ترك تشديدة من التشديدات التي فيها لم تصح صلاته، فعليك أن تتنبه لهذا وأن تقرأ الفاتحة بوضوح ولا تستعجل، وأن تؤدي الحروف، تخرج الحروف على طبيعتها، لا تترك منها شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لأصحاب الدشوش؟ نصيحتنا أن يتقوا الله جل وعلا، ويتأملوا ماذا تجلب هذه الدشوش إلى بيوتهم من الشرور
من فساد العقائد وفساد الأخلاق فساد النساء والأطفال، ويعلم صاحب البيت أن كل من في بيته معلقون في ذمته، كلهم معلقون في ذمته. فإذا جلبت هذه الدشوش لهؤلاء الذين في البيت من نساء وأطفال ورجال، وجلبت لهم الشر وتأثروا به، فهم في ذمة صاحب البيت. صاحب البيت راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي أرض اشتريتها من أحد المواطنين ولم أمتلكها بفسخ شرعي ولا ميثاق رسمي، وإنما ورقة مبايعة، وقد اشتريتها للتجارة ولكني لم أعرضها للبيع حتى يرتفع سعرها، فهل فيها الزكاة أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ أما قضية أنك اشتريتها بدون وثيقة صحيحة، هذه تراجع بها المحكمة لتصححها. وأما الزكاة نعم، إذا نويتها للبيع فإنها تكون تجارية فتجب الزكاة فيها. فإذا مضى عليها الحول من حين نويتها للبيع فإنك تقومها بما تساوي وتخرج ربع العشر، وإذا بعتها فإنك تزكي قيمتها لأن تخرج منها ربع العشر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أوصاني أحدهم بأن أعطي فلانا نقودا، فلما أحضرت له النقود حلف ألا يأخذها، وأنا كذلك حلفت إن لم تأخذها لأصومن سنة، وصمم على عدم أخذها، فماذا يترتب على ذلك في دون مأجورين؟ عليك كفارة يمين، صيام ليس عليك صيام، لكن عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا رجل تقدمت لأحد الوظائف في البنوك، وقال لي رجل: سأسعى لك ب400 ريال كي تحصل على الوظيفة، مع أن هذه الوظيفة فضيلة الشيخ راتبها 1500 ريال، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ حكم أن هذا لا يجوز، هذه رشوة. إذا كان يريد أن يساعدك على الوظيفة، على تحصيل الوظيفة، فليحتسب هذا عند الله، هذه شفاعة، والشفاعة لا يخل عليها أجر لأنها فعل إحسان، لا يخل عليها أجر. أما إذا كان يقصد بهذا الرشوة، الرشوة سحت وحرام، الرشوة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش وهو الساعي بينهم، 3 ملعونون في الرشوة والعياذ بالله. فإن كان هذا من باب الرشوة فهو سحت ولعنة، وإن كان هذا من باب الشفاعة، الشفاعة لا يؤخذ عليها شيء لأنها إحسان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: من مات بسبب السرعة ومن مات بسبب التسخير، هل يعد منتحرا وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان متعمدا لقتل نفسه فهو منتحر، أما إذا كان لم يتعمد فهو آثم، فهو آثم لكن لا يعد منتحرا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم قولي وحياة الله؟ لا بأس، لأن حياة الله من صفة من صفاته، والحلف يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته كحياته وعلمه وقدرته. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول كذلك السؤال: ما حكم أنفق زكاة ماله على إخوانه كي يبني لهم بيوتا يسكنون فيها، علما بأنهم لا يسعون إلا بالدين؟ لا بأس بذلك، إذا كان إخوانه ليس لهم مساكن وبنى لهم أكثر أو اشترى لهم مساكن، فهذا من مصارف الزكاة لأنها للفقراء والمساكين، وهي في الأقارب أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. ما حكم استخدام زيت الحشيش للشعر؟ الحشيش ومشتقاته حرام، الحشيش تعرفون مخدر، ألا يجوز ترويجه ولا ترويج مشتقاته ولا دهون ولا أشياء منه، كله حرام يجب إتلافه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول أو تقول السائلة: كذلك ما حكم قصات الشعر للزينة للزوج ولبس البنطالي أمامه وغير ذلك؟ الزينة في بقاء الشعر وليست في قصه،
وإنما قصده تشبه، تشبه استورد من الغرب ومن النساء اللاتي لا ومن النساء اللاتي لا يبالين بجمالهن. فالشعر المرأة جمال الله فتبقيه ولا تقص منه شيئا. وأما البنطال فلا يجوز لبسه للمرأة لأنه يصف الأعضاء ويحدد يعني مفاتن المرأة، وليس هو من لباس هذه البلاد، ليس هو من لباس هذه البلاد، وهو يتنافى مع الحشمة ومع الستر والحجاب. نعم. إذا لبست بنطالا فكأنها لم تلبس شيئا، بل ربما يكون فتنتها في البنطال أشد. نعم. جزاك الله خيرا. يقول أستاذ فضيلة الشيخ، انتشرت هذه الآونة الأخيرة الأسماء المختلطة والربوية، فهل كلمة حول هذه الأسماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحلال البين يكفي المسلم، الأشياء التي ليس فيها إشكال ولا التباس كثيرة ولله الحمد، والذي يريد البيع والشراء يبيع في الأشياء الواضحة، يبيع في السلع، في الأغنام، في الأراضي، في الأطعمة، في الملابس، وفيها غنية ولله الحمد. وأما الأسهم فهي أقل أحوالها أنها مشتبهة، وأنها لا تسلم من الربا ولا تسلم من القمار ولا تسلم من المخاطرة بالأموال. وأنتم تعلمون النكبات التي حصلت، وحصل أن أناسا جزعوا وماتوا لما ذهبت أموالهم، وأناس تخبلوا في عقولهم. فعليكم أن تتقوا الله سبحانه، وأن تقتنعوا بالحلال عن الحرام، وبالبين عن المتشابه. نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حل السحر بالسحر علما أن البعض قد أجازه؟ علماء هذه البلاد وجمهور الأمة على أنه لا يجوز السحر بحال من الأحوال، والله لم يجعل العلاج في الحرام، والسحر كفر أشد من الحرام، فلا يجوز العلاج بالسحر. وهذا يفتح الباب للسحرة لأن يعيشوا بين المسلمين ويتكاثروا بين المسلمين. فهذه الفتوى لم تصدر من رجل علم، وإنما صدرت من إنسان هداه الله فاستعجل في هذا الأمر، وتخطى العلماء وتخطى علماء البلاد، فصار يفتي في هذه الأمور، لعل الله أن يهديه ويصلحه ويرده للصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يكثر في الصيف حفلات الزواج التي تشتمل على جلب الشعراء والمحاورة وما يصاحب ذلك من السب والشتم، ومع ذلك يتجمهر عليهم الجماهير خاصة من الشباب، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ على المسلمين أن يتقوا الله وأن يشكروا النعم، وأن لا يضطروا ويستعملوا نعم الله، ويستعملوا نعمة الأمن ونعمة الغنى ونعمة الصحة، يستعملوها فيما حرم الله، وأن يتركوا هذه الأمور وهذه العادات التي ليس فيها إلا السفاهة، والتجمعات التي تفتن الناس، الرجال والنساء والأطفال. عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تكون مجالسهم نزيهة ومجالس خير ومجالس تعارف وتآلف ليس فيها شيء من المنكرات والأغاني والطبول وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كانت امرأة مريضة مرضا عاديا، فقالت: يا ربي إن شفيتني لأصومن كل اثنين وخميس، فهل يلزمها الصيام علما بأنها ربة بيت ولها زوج وأطفال؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا نذرت أن تصوم الاثنين والخميس باستمرار طول حياتها فإن ذلك يلزمها، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال تعالى: وليوفوا نذورهم
وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا نذر طاعة ويجب الوفاء به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب متزوج وذهبت أنا ومجموعة من أصدقائي إلى جدة، وعندما توقفت في أحد المحطات طلقت ألا أتحرك حتى يدفعوا جميعهم القطة، فدفعوا جميعا إلا واحدا دفع عنه أحد الأشخاص، فماذا عليه؟ طلق. نعم، طلق حتى يدفعون قطيتهم. هذا رخيص عليه الطلاق أو رخيصة عليه زوجته، هذا لا يجوز التلفظ بالطلاق وأن يستعمل الطلاق مكان اليمين، هذا لا يجوز لما فيه من الخطورة. وأما ما وقع فإذا كان قصده تحصيل المبلغ ودفع أحدهم عن الآخر وحصل المبلغ، إذا كان قصده تحصيل المبلغ فقط فليس عليه شيء لأنه حصل المقصود. أما إن كان قصده كل شخص بعينه أنه يدفع وبعضهم لم يدفع فهذا يقع عليه الطلاق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول صاحب الفضيلة: ما حكم محلات الثياب النسائية علما بأنها يخاط فيها الثياب القصيرة والعارية وغير ذلك من الثياب أكثر مألولين؟ لا يجوز خياط، لا يجوز إعانة العصاة على معصيتهم، تعاون معهم خياطة الثياب القصيرة للنساء والأثواب الطويلة للرجال. وهذا من العجب أن الأثواب الطويلة للرجال والأثواب القصيرة للنساء، وكان الواجب العكس، أن الأثواب الطويلة تكون للنساء وأن الأثواب القصيرة تكون للرجال، هذا هو الواجب. أما العكس فهذا محدد لله ولرسوله ولا يجوز هذا العمل. وإذا أردت أن تفتح محل خياطة فاقتصر على الخياطة المباحة الشرعية، وفي الحلال غنية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لعبة الشطرنج والكيرم والبلاي ستيشن، وما هو سبب تحريمها؟ لا يجوز اللعب الشطرنج وما هو بمعناه مثل الكيرم، لا يجوز كل هذا، إذا كان بعوض فلا شك في تحريمه. والشطرنج بالذات جاء النهي عنه، وأن من لعبه كمن صبغ يده بشحم الخنزير، فهو لا يجوز بحال من الأحوال. وكذلك سائر الألعاب اللي يؤخذ عليها جوائز لا تجوز، هذا من الميسر، لا يجوز أخذ الجوائز على الألعاب والمسابقات إلا على ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: في نصل أو خف أو حافر، يعني المسابقة على الخيل أو المسابقة على الإبل أو المسابقة بالرماية يجوز أخذ الجوائز عليها، لأن هذا من التدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يصلي بسراويل قصيرة وخوذ رقيق يصف البشرة أفيدونا مأجورين؟ إذا كان يصف البشرة ويرى لون الجلد من ورائه ما بين السرة والركبة فصلاته باطلة، لأنه لم يستر عورته. أما إذا كان يستر ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل فهذا تصح صلاته، لأنه ستر العورة، المطلوب سترها للصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر من الكعبين من الإزار في النار، فهل الإزار هنا يشمل الثوب أم الثوب وغيره؟ جزاكم الله خيرا. ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، هكذا رواية، ورواية من الإزار هذه ليست مخصصة وإنما هي تابعة للعموم، فهي فرد من أفراد العموم، فكل ما نزل عن الكعبين للرجال من البشت أو من الثوب أو من الإزار أو من السراويل كله في النار كما في الحديث، لأنه من الإسبال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يكون القرآن حجة لك أو عليك؟ إذا عملت به صار حجة لك، إذا تدبرت وعرفت معانيه
وعملت به صار حجة لك عند الله جل وعلا يوم القيامة. وإذا أعرضت عنه ولم تعمل به فإنه يكون حجة عليك. يقول الله جل وعلا: ألم تكن تتلى عليكم آياتي، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم. يحتج الله عليك يوم القيامة لأنه جاءك القرآن وتلي عليك، أو أنت قرأته بنفسك وبلغك القرآن ولم تعمل به، فيكون حجة عليك يوم القيامة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تهاون كثيرا من الناس بجواز الصلاة علما بأنها سبب قبول العمل أو رده، ما نصيحتكم لهؤلاء الذين تهاونوا بالصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي تركها وهي العمل، وهي العمل الذي تركه كفر، كفر يخرج من الملة، كما قال الله جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكما قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين. وقال تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا هو السبب الأول، لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. فترك الصلاة متعمدا كفر يخرج من الملة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يعتقد أن من شروط الوضوء الاستنجاء قبله، فهل هذا صحيح؟ ليس هو من شروط الوضوء، الاستنجاء من إزالة النجاسة، لابد منه، لابد من الاستنجاء أو الاستجمار بعد خروج الخارج حتى يزول أثره، لأن بقاء أثر الخارج يكون نجاسة، ولا بد من إزالة النجاسة للصلاة، لأن الصلاة تشترط لها الطهارة في ثلاثة: في الثوب وفي البدن وفي البقعة، إزالة النجاسة هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو من شيخنا شرح معية الله للمؤمنين، جزاه الله عنا خير الجزاء. بيناها لكم، أن الله يكون معهم بمعنى أنه يسددهم وينصرهم ويعينهم ويحفظهم، هذه المعية الله للمؤمنين. وإلا فالله جل وعلا مع الخلق كلهم، المؤمنين والكفار والأشرار والأخيار، معية إحاطة وعلم لا يخفون عليه سبحانه، فهو معهم أينما كان، معية إحاطة وعلم. وأما معية النصرة والتأييد فهذه خاصة بالمؤمنين. نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل وهو يصلي صلاة الميت نزل من أنفه دم، فما حكم صلاته؟ الدم اليسير لا يضر في صلاة الميت ولا غيره، الدم اليسير لا ينقض الوضوء. نعم. جزاك الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما هو سن التكليف، وما حكم الأطفال الذين يموتون قبل هذا السن؟ سن التكليف 15 سنة، إذا بلغ الطفل 15 سنة فقد بلغ، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني لم يأذن لي في القتال وحمل السلاح. وعرضت عليه عام الخندق، عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، والخندق بعد الأحد بسنة واحدة، فدل على أن سن التكليف هو 15 سنة. وقد يحصل التكليف قبل ذلك بالإنبات حول القبل، إنبات الشعر حول القبل،
أو بالإنزال والاحتلام، وقد يحصل للبنت بالحيض آخر علامات البلوغ السن 15 عاما. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل سنة الشروق تكفي عن صلاة الضحى أم لا أفيدونا مأجورين؟ هي صلاة الضحى، صلاة الشروق هي صلاة الضحى، تسميتها بالشروق هذا عند العوام، وإلا هي صلاة الضحى، فمن صلى بعد ارتفاع الشمس فقد صلى صلاة الضحى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل السؤال فقط يحل لك شيئا من النقود الضائعة التي وجدتها، أم أنك تتصدق بها على نية صاحبها وجزاكم الله خيرا؟ إذا أخذتها يجب عليك أن تعرف علاماتها المميزة، ثم تنادي عليها سنة كاملة، تعرفها يعني تنادي عليها وتعلن عنها سنة كاملة، فإذا مضت السنة وأنت تعرفها ولم يأتي أحد فهي لك، وإن شئت أن تتصدق بها فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أريدك أن تذكر لي بعض الكتب التي هي كبداية في طلب العلم. مختصرات، كتب المختصرات في التوحيد 3 أصول، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الفقه، آداب المشي للصلاة، وأيضا متن الدليل في الفقه، ثم متن الزاد، كل هذه من كتب. في التفسير تفسير ابن كثير، وفي الحديث بلوغ المرام أو عمدة الأحكام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، حكم دفع زكاة المال للمتزوجين بالدين؟ نعم، الفقير يساعد بالزكاة سواء للزواج أو لغيره، ومساعدته للزواج آكد، لأن في هذا إعانة له على عفته وعلى تزوجه، وهذا فيه مصلحة عظيمة، فالإعانة عليه من أعظم أنواع البر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من كلمة حول استغلال الإجازة الصيفية خاصة وأنه قد بقي عليها الكثير؟ المسلم كل وقت ثمين، ما من وقت المسلم شيء يهدر ويضاع، لا في العطلة الصيفية ولا في غيرها، وخصوصا طلبة العلم، طلاب والعلماء وعامة الناس، الوقت ثمين جدا جدا، وهو عمر، ما لك غير هالعمر هذا، إن استعملته في طاعة الله وجدته يوم القيامة، وإن أهملته وضيعته ضاع عليك يوم القيامة وصرت مفلسا يوم القيامة، وأشد من ذلك إذا ضيعه في المعاصي والسيئات والعياذ بالله، فليس لك إلا هذا العمر من الدنيا، فكيف تفرط فيه وتضيعه؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، العصر هو العمر والوقت، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإذا أردت أن تنجو من الخسارة فاعمل هذه الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعم، لا مانع من أن الإنسان يوسع على نفسه بالمباح لكن لا يكثر، لا مانع من الترفيه المباح لكن لا يكثر الإنسان منه ويضيع وقته، بل يستعمل شيئا قليلا مباحا. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤالنا في فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل الأطفال الذين هم أقل من سن التمييز وقوفهم في الصف في الصلاة يقطعها أو يقطع الصف؟ الذين دون التمييز يعني دون السابعة، هؤلاء لا يكونون في الصف لأنهم ليس لهم صلاة، إنما الصلاة من المميز الذي بلغ 7 سنين تصح صلاته فيقف في الصف، أما الطفل فلا يقف في الصف لا تصح منه الصلاة، وربما يحصل منه إساءة إلى المصلين أو ينجس المسجد، فعلى أولياء الأطفال أنهم إذا جاءوا بهم إلى المسجد أن يبعدوهم عن